مرحبا. قضية مارسيل غانم صارت قضية رأي عامة على مواقع التواصل الاجتماعي يلي ضجت بالتعليقات والآراء المؤيدة والمعارضة بين الإعلامي ووزير العدل، خاصة من بعد بيان الوزير واستعماله لمصطلح العهر الإعلامي، مصطلح حرك تغريدات السياسيين وعلى رأسهم وزير الإعلام ملحم رياشي يلي قال الإعلام حرية مقدسة، موقف أيده فيه النائب وليد جنبلاط يلي أيضا قدس حرية الإعلام واعتبر يلي عم يصير مع الزميل مارسيل والمحطة المنتجة مرفوض ومدان، ليختم بعبارة لا للقوى الظلامية. تويت استفزت المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز يلي ذكر جنبلاط بلجوءه للقضاء لحبس أحد مساعدي 3 سنين وهالشي فقط بتهمة الاشتباه بالاختلاس، ومن ثم سأله إذا في وسيلة أخرى غير القضاء بيقترحها، ووجه سؤال آخر لوزير الإعلام عن موقف حزب القوات اللبنانية في حال تم التعرض له، هل بيلجأ للقضاء أم للمجلس الوطني؟ ليختم وأخيرا سلسلة تغريداته بسؤال هل اتهام لبنان ورئيسه وقائد جيشه بالإرهاب إساءة جزائية مشهودة أم إدارة سبهان منشودة؟ على صعيد آخر، ما كانت ردة الفعل الشعبية على هالقضية أقل حدية، ومنبلش مع رندا حلبي يلي أيدت موقف مارسيل تماما ووصفته بالمرسال الأمين على الإعلام والنجاة من الظلمة لغد مشرق. أميرة عرابي اعتبرت يلي عم يصير مدان بشدة لأنه حرية الإعلام تعلو فوق كل الحريات. الممثل المسرحي زياد عيتاني أيد بشدة وجود برنامج من هالنوع واعتبر أنه الجوقة الإعلامية الواحدة حولتنا لمجموعة مطبلين واستعمل هاشتاج إيدكن عن حريتنا. أما محمد السيد فاختصر التعليق بتويت كتب فيها مارسيل غانم فعلا إنك كلام الناس، ولكن من جهة تانية هالرأي ما وافق عليه مجموعة كبيرة من المتابعين مثل تمام نور الدين يلي قال إنه القانون لازم يتطبق على جميع المواطنين مين ما كانوا يكونوا. روزي وغسان عابوا طلب مارسيل احترام حرية التعبير بنفس الوقت قيامه بحجب أي شخص انتقده. أما موسى الخوري فاعتبر أنه بالتأكيد حق مارسيل بالتعبير مصان، ولكن هالشي ما بينفي أنه ضيوفه كانوا غاية في الوقاحة. وأخيرا تمت إعادة نشر تغريدة للصحافة السعودي عدوان الأحمري عم يشكر فيها قيام مارسيل بالدفاع عنه وتعليقه على الدعوة المرفوعة ضدهم. تويت اعتبر أكتر دليل إدانة إضافي لمارسيل. ومع هالتغريدات أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات، وعلى اكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز حتى نرجع نتبع اخباركم ونقولها بنشرات لاحقه. باي. وزير